السلام عليكم ورحمه الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقه جديده، وبطل غيط حمام بسبب غلو الكلفة. ده الوان الفيديو. قبل ما نخش في اي حاجه، بنحب نشكر الناس كلها، بنحيي الناس كلها اللي بتسال تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمه حلوه على دماغنا من فوق. تحياتنا لجميع الناس، تحياتنا لاي حد بيطمن علينا. وحشنا كتير والله، مقصر معاكم في حته الفيديوهات، بس غصب عن الواحد والله، لان ظروف شغل مش اكتر. وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر رمضان، باقي ايام كده على الشهر، ان شاء الله شهر الخير، شهر البركه، وربنا يكرم الناس كلها ويصلح حال امه محمد اجمعين، وكل من قال امين. عنوان الفيديو ده جاي لي من واحد يعز عليا، يعني اللي هو انا بطل غيه بسبب غلو الكلفة، بسبب غلو الكلفة. انا اقول لك كلمتين كده قبل ما نخش في موضوعنا. اللي غاويها غير اللي هاويها. وصلت. اللي غاوي الحمام غير اللي هاوي الحمام. غاوي الحمام ده لو كيلو الكلفة وصل لعشرين جنيه وتلاتين جنيه هيجيبه، لكن اللي هاويها هاويها، داخل شويه لقى الدنيا ماشيه معاه وجايه معاه، ولقى الدنيا حلوه وفيها ايه زغلول بيبيعهم والكلام ده، فمشي فيها. لقى الدنيا حطت عليه، الحمام ابتدى اللي هو يقع منه، ابتدى الحمام يتعب، ابتدى اللي هو يموت غلو وكلفه، لا انا هطلع منها احسن. ده اللي هاوي الحمام. لكن احنا لو مثلا غواي بقى الحمام، لو هنبصها لحته غلو الكلفه، هبطل غيط حمام بسبب غلو الكلفه، كنا بطلناها من سنين. أنا واحد من الناس حضرت كيلو الكلفة كان بتسعين قرش. كيلو الكلفة كان بتسعين قرش. وصل لغاية تسعة جنيه وما بطلتش غير. من تسعين لتسعة. يعني زيادة 100%. زيادة 100%. هيزيد جنيه تاني، هيزيد اتنين، هيزيد تلاتة، مش هنبطلها. مش هنبطل غية الحمام. ده بالنسبة للي غاويها. بس نفكر مع بعض كده واحدة بواحدة. أنا الدنيا الأول كانت بتسعين قرش، كنت ممكن مثلا تلاقي عندي الستين وسبعين قص وثمانين قص. لما ابتدي ليا الدنيا يعني غلو الكلفة هيرتفع معايا، هقلل في الكمية بتاعتي، هقلل في الكمية بتاعتي. يعني أنت الأول لو أنت كنت غاوي أي حاجة، فهتبتدي دلوقتي هتقول لي لا، دي الحلوة بتاكل والوحشة بتاكل. الحلوة أكلتها خفيفة، الوحشة أكلتها فظيعة، يعني أكلتها بغبة بتغب. لما ربنا اللي هو الشوامات والاسترات والكشكوة واللي هو الجريزلات والحمام ده كله، كان على أيامها عادي مش فرق، يعني اللي أنت كنت بتكلف، لما جيت دخلت في الغزار لقيت اللي هو في فرق شاسع. دولت ممكن مثلا بياكلوا ب 200-300 جنيه في الأسبوع، الغزار ممكن بال 200-300 جنيه دولت يقعدوا معاك 10 او 15 و 20 جنيه. يبقى انا اللي احسن، انا اللي احسن من جميع الاحوال. انت وفرت في حته يعتبر مش ماده، انت وفرت مجهود وتعب عليك، ويعتبر الفلوس هي هي اللي حطيتها، بدل ما كنت بتخدم بيها الحمام القليل حطيتهم في حمام غزار، واصبح كده كده زادت معاك الوقت بتاع اللي هي الكلفه. بدل ما بتجيب في الاسبوع ب 200 وب 300، لا ده انا بقيت اجيب بال 10 بعد ال 10 ايام وال 15 وال 20 يوم، هم نفس الكيس. فهو ده موضوعنا، هو ده موضوعنا. اول حاجه بتبدا انت، انا مش هقول لك بقى ايه هو الحلوه والوحشه والقصه دي، لا، كل واحد وامكانياته. انا جايه معايا في استرالات، في شقلبزيات، في كشاكوة، في جريزليات، في جمعيات، اغواها بس اغواها على قدك، اغواها على قدك. بدل ما 50 و60 قص خليهم 20-30. انا بجيب ب 500 وب 600 لما كانوا 60 و70 قص، انا هجيب بال 600 وال 500 وال 700 دول، بس هخفف الكميه. اصبح كده غلو الكلفه. هي زادت، بس انا قللت اللي هي يعتبر العدد عندي، يبقى انا قللت القصوص اللي عندي. هتلاقي هي هي نفس الرينج اللي انت بتدفعه، نفس الرينج اللي انت بتدفعه. لو كنت بتجيب ب 500 ب 600 في الشهر،
على الستين سبعين قص؟ لا انا هخليهم يا عم 30 40 وهجيب بهم هم ب 500 او 600 جنيه الكلفه بتاعتي. ده بالنسبه للغاوي الحمام. فحته الهاوي دي مش بتاعتنا، دي اللي هو الراجل داخلها في البدايه وهوايه والقصه دي، فلقى الدنيا بوز عليه فقال لك ابيع الحمام. فهو ده برضه في قلب السوق، هو ده اللي بيرخص سعر الحمام. معنى اللي هي الكلفه غليت مش معنى ان الحمام يرخص، مش معنى ان الكلفه غليت يبقى انا هرخص سعر الحمام، ده خساره عليا. انا ما بقولكش ان احنا نعلي السعر عضمة الكلفه زادت والقصه دي، لا كل حاجه وعدل، كل حاجه وعدل. لكن السوق دلوقتي كله نازل بيبيع، كله نازل بيبيع. يا عم انا اخرج من حمام، يا عم انا ابطل حمام، يا عم انا اصفي. ليه؟ هي الغيه غيه حلوه، الغيه دي متعه وكيف، لكن هي مش غيه اللي هي تجاره ولا غيه بقى اللي هي مصلحه وسبوبه وعجله ودايره والقصه دي. لا، اغوه على قدك، اغوه على قد اللي في جيبك، انت فاهم؟ في مهم وفي اهم. يعني انا مش هبدل حمام على بيتي، لا انا هاجي كده اخش في قلب سلكتي اشوف الدنيا بتاعتي ايه، عندي 30 40 قص حضان، طب هم يخصني 20 قص منهم اللي بيزقوا، يبقى ال 20 قص التانيين يتوكلوا على الله. يا عم بعتهم بسعرهم، بعتهم اقل من سعرهم، انا وفرت مجهود على نفسي، وفرت خدمه، وفرت تعب، وبرده ما وفرتش اللي هو مثلا ايه فلوس حطيتها في جيبي، لا انا هاخد فلوسهم واجيب كلفتهم وهي هي نفس الجلابيه بتاعتي. كنت بجيب لهم ب 1000 ولا ب 2000 في الشهر، لما قللت الحمام هم نفس القصه، هجيب لهم بال 1000 وال 2000 جنيه في الشهر. وخد بالك برضه عشان في حاجه الناس بتقع فيها ودي اكبر غلطه، تغيير الكلفه يؤدي معاك لخساره وموت الحمام وتعبه. تغيير الكلفه يؤدي معاك لخساره وموت الحمام وتعبه. لانك انت بتبص كيلو الكلفه كنت بجيبه ب 9 جنيه، دلوقتي وصل ل 10 و 11 جنيه. طب انا يا عم انا هجيب الكلفه ام 7 و 8 جنيه اللي كانت ب 5 وب 6 وما كناش بنبص لها، ما كناش بنبص لها، دلوقتي بقت ب 8 وب 9 فاجري هجيبها. انت اللي خسران مش كسبان، انت اللي خسران مش كسبان. ما تفتكرش ان انت كده وفرت، انت كده بتخسر نفسك بس بالبطيء. دي عامة دي كلفة اللي هي الاسس بتاعتي. ايوه دي كده؟ ايوه كلفة اللي هي الاسس بتاعتي. فيها عدس بجبة وعدس اصفر، وفيها اللي هي الذرة الصفراء والفول والعويجة وشوية قمح اهي، وشوية بسلة بيضة. الكيلو جايبه ب 11 جنيه. كلفة الشاب فول وصفرة وعويجة، الكيلو برضه ب 11 جنيه. الكيلو برضه ب 11 جنيه، ما استرخصتش، ما رحتش جبت الدراع الحرس وقلت ايه دي رخيصة بس مليانة لبسة. ما المشكلة دي رخيصة، أنا معاك، هتجيبها ب 8 وب 9 جنيه، بس مشاكلها فين في بعد؟ مشاكلها بص فيما بعد، ما تبصش في الوقت الحالي. هتوفر لك ايه؟ 100 ولا 200 جنيه؟ هتيجي أنت على حساب حمام بتاعك، هتيجي على الطير بتاعك. لا انا دي نصيحه من اخ لاخواته، خف الدنيا عليك، الدنيا في الغلا في كله، الدنيا في الغلا في كله، بس دي غيه انت مش قدها يبقى خلاص يا عم انت راجل انت مش غاويها وشايف ان هي الدنيا جايه عليك وعايز تطلع منهم، دي برضه حريه شخصيه، انا مش هقدر اللي انا افرض عليك. انا ده كان موضوع واحد صاحبي يعز عليا فكلمني، قلت له لو تقنعني لاقنعك، فاحنا فضلنا نتناقش مع بعضنا كده، فالراجل اقتنع بالكلام، قال لي انا عندي شويه حمام مالهمش اي عزا، قلت له يبقى اللي مالهوش اي عزا يخرج، في ناس بتبقى لسه داخله في الحمام، تبدا هي بيه وانت تريح دماغك وخليك في الحمامه اللي هي ايه حبيبها. مش انا برضه ما قلتلكش هات لك بقى حمام ايه بيع كله وهات لك قص قصين ايه غاليين، لا يا عم انت اغوه اللي انت عايزه واغوه اللي على كيفك واغوه اللي على هواك، فانا مش هقدر اقول لك اغوى ايه وما تغواش ايه، بس اللي انا اقدر اقوله لك لو انت الدنيا زحمه عندك وفي حمام كتير مالهوش اي عزا خف الدنيا عليك، هتلاقي هي هي نفس القصه. فاللي غاويها غير اللي هاويها. ده موضوعنا النهارده، فمعلش الاطاله عليكم بس قسما بالله وحشني كتير ومعلش ان كنا مقصرين عليكم. فان شاء الله برده الحمام برده بتاع اللوفت ده هنوريه لكم دلوقتي، مفيش فرد حمام فيهم بيزور تحت. حمام دلوقتي تصنع في قلبهم وبياخد الحمام ده بيركب بيهم
السحاب وبينزلوا يحطوا كلهم حتى واحدة على الظهر. ان شاء الله كده ربنا يدينا ويديكم الصحة كده، نعمل لكم فيديو فيها بالحمام ده لحسن الناس تفتكر ان انا نزلتهم تاني، ولا الحمام مش ثابت ومش راضي يقعد هنا فانا ايه بطلت اعمل فيديوهات والقصة دي. لا الحمد لله الواحد قبل اي حاجة بيوريكم بعينيكم غير الكلام الكتير. فده موضوعنا النهاردة، فكل سنة وانتم طيبين، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله. يا احلى ناس في الدنيا.